السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة دعاء رضوان من معلمات الهيئة التربوية التعليمية في لبنان ضمن سلسلة التعليم المؤقت عن بعد. تاريخ اليوم 21 كانون الثاني 2021. رح كفي مع طلابي بالجريد 8 درس السكوير روت بارت 3 الجزء الثالث. تمام؟ بس قبل ما ناخذ أفكار جديدة رح راجع أنا وياكم الأفكار القديمة اللي أخذناها بالجزء الثاني. تعلمنا أنا وياكم perfect square roots. هدول square roots للأعداد الشهيرة 0, 1, 4, 9, 25, 36, 49, 64 etc. هدول لازم نحفظهم مثل أسمائنا. تمام؟ كمان أخذنا أنه في أرقام هي قريبة من perfect square root، يعني ما عندي عدد أضربه ببعض ويعطيني مثلا 8. تمام؟ فهي ال 8 انا كيف بدي طالع لها سكوير روت؟ اها هلا هون بدنا نتذكر المالتيبليكيشن تيبل. المالتيبليكيشن تيبل يعني بدي اتذكر جدول الضرب. انا عندي ال 8 اما بقدر اكتبها 1 تايمز 8 او هي 2 تايمز 4. يا ترى اي وحده راح اخذها واستفاد منها لطالع راديكال لل 8؟ اكيد ما ال 1 تايمز 2 لانه ال 8 ما له سكوير روت. تمام؟ فرح ناخذ راديكال 8 هي راديكال 2 تايمز 4. انا بعرف انه اذا عندي تايمز تحت الراديكال بقدر وزع، فهي راديكال 2 تايمز راديكال 4. مين هو العدد اللي له بيرفكت سكوير روت؟ هو ال 4 اللي اخذناها من شوي. راديكال 4 ايكوال 2، فانا ببدل الراديكال 4 ب 2. طيب نحن لما كنا ناخذ بالايكويشن اكس كنت اكتب اكس 3 ولا كنت اكتب 3x؟ 3x، يعني نفس الشيء بالراديكال. ما بصير اقول راديكال 2 تايمز 2، رح يطلع معي الناتج 2 راديكال 2. تمام؟ طيب هلا اذا انتقلنا انا وياكم وقلت لكم بدي راديكال ال 50. اها راديكال ال 50 رح تقولوا لي 5 تايمز 10. لل 5 الى راديكال بيرفكت سكوير روت، ولل 10 لهيك بدي ادور على عددين اضربهم ببعض واحد منهم يكون له بيرفكت سكوير روت. برافو، هي راديكال 25 تايمز 2 ايكوال راديكال 25 تايمز راديكال 2. شو راديكال 25 حفظناه وخلصناه؟ هو 5 تايمز راديكال 2 ايكوال 5 راديكال 2. تمام؟ طيب عندي شيء ثالث كمان. اذا كان عندي راديكال 300، شو هي ال 300؟ 3 ضرب 100. برافو، 3 times 100. ما عاد اعمل مثل الصغار وزع الراديكال، خلص صرت عارفة انه انا رح اخذ راديكال لل 3 وراديكال لل 100. فحكما راديكال لل 100 اخذناها هنيك هي 10، رح يكون الناتج 10 راديكال 3. ال 3 ما لها راديكال فبضل محبوسة. تمام؟ ال 100 الراديكال اللي لها هو 10 تحررت طلعت لبرا، بس ال 3 بقيت محبوسة تحت الراديكال، يعني 10 راديكال 3. اتفقنا؟ هلا بيجي حدا بيقول لي انسى انه انا عم انسى. مثلا هون راديكال 2 تايمز راديكال 4. راديكال 4 بيكتب لي اياها هي راديكال 2. هذا الخطا ابدا ما برضى فيه. تمام؟ مشان ما تغلطوا بهاي الطريقه عندي طريقه ثانيه لكم. مثلا اذا قلت لكم بدي ناخذ ال 50، حليناها بالطريقة الأولى طلع معي الناتج 5 راديكال 2. تعالوا نحلها بطريقة ثانية، هي طريقة القسمة. ال 50 هو عدد زوجيق بالقسمة على 2، فشو نص ال 2؟ هي 25. 25 تتقسم على 5 بيطلع الناتج 5 5 1. امبارح أنا وياكم حكينا إنه كل عدد مكرر مرتين باخذه مرة واحدة. تمام؟ يعني باخذ هاي 5 والرقم المسكين اللي بقيه لحاله بحبسه تحت الراديكال. تمام؟ شو بعمل؟ بقول راديكال 2 5 ولا 5 راديكال 2؟ برافو، 5
5 راديكال 2. طلع معنا نفس الناتج ولا لا؟ طلع نفس الناتج. فاما بهاي الطريقه وبهاي الطريقه، الطريقه اللي انتم بتلاقوها اسهل لكم. اليوم رح انتقل انا وياكم لحل الايكويشن، حل معادلات من الدرجه الثانيه. يلا تابعوا معي. هاي اخذنا الفايندينج، تعرفنا عليهم، اخذناهم بطريقتين. بدي اخذ solution of the equation x square equal k. x square equal k، المعادلة الى هيدا الشكل، x مربع يساوي k، تمام؟ يعني عندي ال x الى الباور 2، هي دخلها بالسكوير روت، لهيك دخلت لكم اياها. هلا هلا ال x مربع حتكون ثابتة، بس ال k رح يتغير. كيف يعني بيتغير؟ يعني ممكن يكون عدد موجب، ممكن يكون عدد سالب، وممكن يكون صفر. فرح أدرس الحالات الثلاثة للك إذا كان positive or negative or equal zero. الحالة الأولى if k، إذا كان الك greater than zero، then إذا كان الك أكبر من الصفر، هاي المعادلة رح يكون إلى جذرين. إما الأول هو minus radical k or x equal radical k. تتذكروا لما قلت لكم أنه any positive number having two opposite square roots، هون قصدي هي أنه رح يكون إلى جذرين، تمام؟ تعالوا نأخذ مثال. إذا كان عندي المعادلة الـ equation solve x square equal 81. هلأ بدي دور شو هي الأعداد اللي إذا ربعتها بتعطيني 81. آها، لازم ناخذ الموجب والسالب، مو بس بقول 9 - 9 و 9، تمام؟ برافو. فرح يكون الجذر الأول x equal minus radical 81 يعني minus 9، or x equal radical 81 equal 9. تعالوا ناخذ مثال تاني. solve x square equal 7. على هلا بدنا ندور على عدد اضربه ببعضه مرتين يعطيني 7. عندي عدد اضربه ببعضه مرتين يعطيني 7. انا بعرف 1 times 7 هي 7، بس ما عندي غيره. برافو، اذا ضربت الراديكال 7 times radical 7 حتكون radical 7 square، بتروح الراديكال، بتروح الراديكال مع السكوير وبيبقى عندي 7. فجذر التربيع الأول هو x equal minus radical 7، إذا ربعت ال minus radical 7 رح أحصل على 7، or x equal radical 7 كمان إذا ربعتها رح أحصل على 7. هيك بحل المعادلات من الدرجة الثانية. خليكم معي لنحل مثال سوا خطوة بخطوة. أنا إذا قلت لكم solve x square minus 25 equals 0، كيف بحل هاي المعادلة؟ برافو، مثل ما تعلمنا بنخلي الإكسات على اليسار والأرقام بأخذها على اليمين، فبيبقى عندي x square equal 25. الماينس 25 لما بنقلها للطرف الثاني بغير إشارتها، يعني كانت ماينس صارت بلس، بس البلس عيب اكتبها، صح؟ تمام. هلأ فكر بعقلي، بدي عدد إذا ربعته يعطيني 25. برافو،
إما x equal 5، ما عاد في داعي أكتب radical 25 plus و minus، or x equal minus 5. تمام؟ يلا الحالة الثانية اللي بدي أخذها أنا وياكم اليوم، f k less than 0، إذا كان k أصغر من الصفر. طيب أنا إذا عندي x square equal minus 25، أعطوني عدد إذا ربعته يعطيني minus 25. أي أنسة سهلة هي minus 5، أي رح أمشي معكم هاي minus 5، إذا ربعتها تبقى الماينس وال5 بتصير 25. لا، شو حكينا انا وياكم؟ السكوير حتنزل لعند الماينس وتصير بلس، صح؟ يعني بتصير x سكوير ايكوال ماينس 25. ابدا ما برضى بهذا الحكي، تمام؟ اذا كانت الـ k اصغر من الصفر فهي المعادله ما لها حلول. The equation has not real square roots. هلا بعالم الرياضيات بعدين احنا بنلاقي لها جذور، بس انتو كمرحلة صف الثامن هلا ما لها جذور. x سكوير equal minus 81، شو جذورها او شو حلولها؟ minus 81 هي less than 0، then equation has no real square roots. الحالة الثالثة، اذا كانت الـ k equal 0 then x equal 0، يعني اعطوني اي عددين بالدنيا ناتج ضربهم صفر فاكيد اكيد المجهول فيهم رح يكون صفر. تعالوا نحل هاي المعادلة. 4x square equal 0، انا عندي 4x square فانا ما برضى بهيدا الشيء، صح؟ لازم اقسم على امثال الاكس اللي معي، فبقسم الطرفين على 4 over 4 بتصير هاي قسمتها على 4 والزيرو كمان قسمتها على 4، تروح ال 4 مع ال 4 بيبقى من الطرف الاول x square equal 0 divide 4 او 0 over 4. لما بقسم الصفر على اي عدد طبيعي حكما الناتج حيكون صفر، ف x square equal 0، شو هو العدد اللي اذا ربعته بيعطيني صفر؟ اكيد هو الصفر، ما عندي minus 0 plus 0، لا، الصفر هو العدد الوحيد اللي له جذر تربيعي واحد من دون اشارات، تمام؟ then x equal 0، اتفقنا؟ هلا قبل ما ناخذ مثال انا وياكم رح ارجع عيد الحالات الثلاثه مشان ما نغلط فيهم. لحل المعادله x square equal k بنميز ثلاث حالات. الحاله الاولى اذا كانت هي ال k هي greater than 0 then هاي المعادله رح يكون لها حلين. الحل الاول هو x equal minus radical k or x equal radical k. إذا أخذنا حل هاي المعادلة x square equal 81 فنحن مندور على 2 square roots لهيدا العدد لجذرين تربيعيين لل 81، مرة بحط له minus ومرة plus، minus 9 plus 9. هلا ال 81 هو perfect square root بس ال 7 ما هو perfect square root، لهيك العدد اللي ما بقدر طالع له جذر تربيعي باخذ له الراديكال، تمام؟ يعني ماينس راديكال 7 وراديكال 7. الحالة الثانية اللي أخذناها هي لما كانت ال k less than 0، ما في عدد بالدنيا إذا حطيت له تربيع سكوير فوقه بيعطيني ناتج سالب. Then the equation has not real square roots، مثل ال minus 81 هي less than 0. Then equation has no real square roots. الحالة الثالثة اللي أخذناها إذا كانت ال k equal 0 فحكما بهي الحالة رح تكون ال x هي 0 لأنه ما في عدد بربعه، بيكون الناتج هو صفر إلا إذا كانت ال x equal 0. تمام. هلا رح انتقل أنا وياكم لتمرين، بس قبل ما ناخذ هيدا التمرين سوا
بدي نبهكم على الشغلة. خليكم معي. امبارح لما اعطيتكم الوظيفة حكتني طالبة وقالت لي أنسة كيف بيطالع الجذر التربيعي لعدد له قوة له أس، بس هيدا الأس ما يكون اثنين. انت كل الأمثلة اللي عطيتينا إياها هي الأس اثنين، تمام؟ فيني أخذ بدل الإكس مثلا 5. خلونا بالأرقام عشان تفهموها بشكل أوضح. كمان الفور بتاخد الراديكال مشوار وبس بتبقى الفايف؟ أكيد لا. ليه؟ لأنه نحن بعالم الرياضيات عنا أرقام مخفية. ما هو اسمه جذر التربيعي؟ يعني عنده هون اثنين ما حدا بيعرفها، بس نحن بنعرفها. هاي الاثنين متخبية هون، فأنا الأس اللي معي بقسمه على اثنين. شو بنعمل؟ بنقسم على اثنين. يعني إذا عندي هون فور رح أعمل له division مع 2 بيبقى الناتج 5 to the power 2 أو 5 square. ناخد مثال تاني. ايه أكيد. إذا عندي 3 to the power 8 أكيد ما حتاخده ما بس 2. ال 8 شو بعمل فيها؟ بقسمها على 2 اللي مخباية ورا، فرح يطلع الناتج عندي 3 وال exponent اللي إلها 8 over 2 equal 4. تمام؟ هاي الملاحظة سجلوها عندكم لأنه كتير مهمة وحتيجي كمان معي بالتمارين. تمام؟ طيب تعالوا ناخد مثال أنا وياكم، تمارين عفوا، نحلهم سوا. Let A, B, C is a triangle such that A, B equal 2 radical 80 سنتيمتر، البي سي ايكوال راديكال 500 ماينس راديكال 20، الاي سي ايكوال راديكال 125 بلس راديكال 45. هلا لما بيعطيكم اياها فانتم ما بتبلشوا حل، لا، هاي المعطيات اللي اعطاكم اياها بتطلعوا فيها كثير منيح بتشوفوا انا شو عاطتكم. هيدا الطلب الاول هون انا طالبه منكم، وهون الطلب الثاني. ما بنشتغل شيء قبل ما تشوفوا الطلبات. الطلب الاول show that ABC is an equilateral triangle. شو يعني equilateral triangle؟ يعني مثلث متساوي الاضلاع. شو خواص المثلث المتساوي الاضلاع؟ لازم تكون اضلاعه الثلاثه متساويه. يعني بفكر فيها بعقلي، اذا اشتغلت الاي بي والبي سي والاي سي لازم يطلع معي نفس الناتج، تكون اضلاع المثلث تساوي، لهيك صار اسمه equilateral triangle. تعالوا معي لنحل سوا. هاي الطلب الاول، ماشي؟ الاي بي equal 2 radical 80. تمام يا أنسة؟ شو هيدا؟ هنشتغل أنا وياكم. 2 راديكال 80، هاي ال80 بيطالع لها سكوير روت، ما نحن اتفقنا بطريقتين. طيب تعالوا نحل الطريقة الأولى. 2 تايمز راديكال ال80 لازم طالع عددين اضربهم ببعض يعطوني 80. ممكن تقولوا لي 8 تايمز 10 اتسترا، ما بعرف شو حتطالعوا لي، بس المهم انا رح اخذ لكم اياها بالطريقه هاي القسمه 80 over 2 40 40 over 2 20 20 over 2 10 10 over 2 5 5 divide 5 1. اوكي اتفقنا، هدول مثل بعض باخذهم مره واحده، وهدول مثل بعض باخذهم مره واحده، بعمل لهم مالتيبليكيشن بحافظ على الراديكال 5. هاي بتضل محبوسة لأنه ما في غيرها. 2 times 2 4 4 radical 5 times 4 radical 5 equal، نعمل multiplication للأمثال. 2 times 4 equal 8 radical 5. اوكي okay. أو الطريقة الثانية الـ AB هي 2 راديكال 80 هي 2 راديكال. انا بعرف انه ال 80 هي 16 تايمز 5،
إذا ضربت 16 بخمسة هتعطيني 80. ماشي؟ هاي 2. مين اللي له perfect square root؟ هي 16. برافو. شو ال square root اللي لها؟ 4. طالع على برا مع ال 4 وبتبقى تحت الراديكال ال 5. ماشي؟ 2 times 4 equal 8 radical 5. نفس الجواب صح؟ فالطريقة اللي انتو بتحبوها تشتغلوا فيها. انا بس الـ A B رح حلها بطريقتين، بس الباقي رح حللكم اياه بطريقة واحدة. انتو فيكم تتأكدوا من الحل بالطريقة الثانية. طيب الـ B C equal radical 500 minus radical 20 equal radical 500 أخذناها من شوي. لما يكون عندي 100 500 300 حيكون الناتج، يلا حأمشي معكم خطوة بخطوة، minus radical 4 times 5 equal radical ال 100 الراديكال اللي له هو 10، هطلعه فورا بتبقى محبوسة ال 5 minus 4 times 5 ال perfect square root لل 4 هو 2 radical 5. صار عندنا subtraction وانا عندي نفس الراديكال، بحافظ على الراديكال نفسه وبعمل 10 minus 2 equal 8. حطوا لهيدا كمان دويرة. ننزل للضلع الثالث AC. AC هو radical 125 plus radical 45 equal. بحافظ على المساواة تحت بعضها، بخلي الدفتر مرتب، بخلي الخطوات قدامي واضحة مشان ما أغلط. equal الراديكال 125 من كلمة 25، فإجباري هو داخل بال 25. يا ترى كم مرة بعد ال 25 لتعطيني 125؟ برافو 5. 25 times 5 plus 45 سهلة، هي 9 times 5 good equal 25. شو راديكال لإلها؟ 5. راديكال 5 plus هون 3 راديكال 5. صار عندي اديشن نفس الراديكال، بحافظ على الراديكال نفسه بعمل اديشن 5 بلس 3 8. خلصت من الضلع الثالث او السايد الثالثه. تعالوا نرجع ل اي بي 8 راديكال 5، البي سي كمان 8 راديكال 5، اما الاي سي يه كمان طلعت 8 راديكال 5. صاروا ال 3 sides are equal. المثلث اللي بيكونوا فيه ال 3 sides are equal بيكون اسمه equilateral triangle. لهيك انا هيك ما خلصت حل، قال لي اثبت انه المثلث هو متساوي الاضلاع. So لذلك A B C is equilateral triangle. تمام. طلب الثاني، طلب الثاني calculate the area and perimeter of this triangle. شو يعني الاريا؟ مساحة. برافو. perimeter هو المحيط of this triangle لهذا المثلث. where its height ارتفاعه is h equal 4 radical 15. شو قانون مساحة المثلث وشو قانون المحيط؟ طيب تمام، تعالوا أول شيء نحل المحيط كونه هو الأسهل. perimeter شو قانون المحيط؟ المحيط بجمع كل الأضلاع صح؟ فأنا عندي 8 radical 5 plus 8 radical 5 plus 8 radical 5 equal حافظ على الراديكال نفسه
multiplical 5 بجمع 8 plus 8 16 16 plus 8 24 سنتيمتر. بالبيريمتر حافظ على الواحدة نفسها. أما الأريا شو قانون الأريا للتريانجل؟ برافو. بيس تايمز هايت اوفر 2. جود. اي ام اس شو هو البيس بهيدا المثلث؟ طالما ان طلع عندي الناتج نفسه 8 راديكال 5 8 راديكال 5 وهون 8 راديكال 5 فاي 8 راديكال 5 اخذته حيكون نفس الجواب 8 راديكال 5 تايمز هايت. الهايت هو 4 راديكال 15 4 راديكال 15 اوفر 2. خلوني اخذ الهايت هو 4 راديكال 5 بلا ال 15 تمام ايكوال مثل ما اتفقنا بنضرب الامثال ببعضها يعني بحط 8 تايمز 4 تايمز بضرب راديكال 5 براديكال 5 حتكون راديكال 5 سكوير اوفر 2 equal طيب. 8 times 4 times radical 5 square equal 5 bravo over 2 equal 4 times 2 20 أو 20 20 times 8 160 دق 60 over 2 يعني equal 80 سنتيمتر سكوير. المساحة ما بننسى نحط لها الواحدة سكوير تمام. for هيك بتكون خلصت المسألة الأولى معي. بتمنى تشوفوا المسألة بشكل كتير منيح تركزوا على الطلبات تعرفوا أنا كيف طالعت الراديكال لأي عدد كيف ركزت على الطلب الأول وكيف ركزت على الطلب الثاني منركز على الواحدات بالمساحة والمحيط بركز على الطلب الأول إذا هو الطلب مني بده المثلث متساوي الساقين متساوي الأضلاع مختلف الأضلاع بركز على كل هاي الأشياء. هأبعث لكم تمارين بإذن الله بعد الفيديو. بتمنى المشاركة من الجميع بين الساعة 10 والساعة 4 موفقين.